مزيد ينضم إلينا هاتفيا المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. أرحب بك مهندس أحمد. أهلا بسيادتك. أهلا بك. أهلا بك. بداية، لدينا 8 قوائم و4006 مرشحين، إلى ماذا تشير هذه الأرقام الكبيرة في جولة الانتخابات المقبلة؟ طبعا دي أرقام الحقيقة بتعكس دلالات مختلفة. أولها أن أنت عندك قدر كبير جدا من الثقة المتولدة لدى القوى السياسية، المتولدة لدى المواطنين الراغبين في العمل السياسي بنزاهة وحيادية الإشراف أو الرقابة على العملية الانتخابية برمتها. لأن أنت لو يعني العدد الحقيقة زي ما سيادتك تفضلت المقاعد الفردية مترشح عليها ما يزيد عن 4000، وده عدد كبير. يعني أنا أدي لك مثال، دايرة في إحدى الدوائر المقاعد بتاعتها 4 مقاعد تقدم لها 83 مرشح. فطبعا دي دلالة طيبة جدا. أيضا البعض كان يتحدث عن أن القوائم يعني سيصعب أن يتقدم أحد أمام القائمة التي يسعى إليها القوى السياسية للتحالف حالة توافقية. التوقعات جاءت بعكس ما كانوا يتحدثون، أن أنت عندك مش 4 قوائم، أنت عندك ضعفهم، عندك 8 قوائم. وبالتالي أنت أمام مشهد فيه انتخابات حقيقية، انتخابات قد تكون ساخنة. في عدد كبير جدا من المرشحين على المقاعد الفردية، ده حراك سياسي مطلوب. والحقيقة أنا شايف أن يعني القوى السياسية قامت بدورها ومسؤولياتها بطريقة أو بأخرى، وتبقى بقى المسألة في يعني زي ما بيقولوا رقبة الناخب، لأن هو اللي هيحسم الأمور وهو اللي هيحسن المفترض اختيار من يمثله أمام هذا العدد يعني الكبير من المرشحين. شكرا جزيلا نائب أحمد السجين رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، كنت معي هاتفيا من القاهرة.